اتولد الفنان عماد حمدي في سوهاج سنة 1909، كمان لقب بفتى الشاشة الأول. اتجوز 3 مرات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة. النهاردة هنتكلم عن الفنان الجميل عماد حمدي. اتولد الفنان عماد حمدي في سوهاج سنة 1909، كمان لقب بفتى الشاشة الأول. اتجوز 3 مرات، الأولى من السيدة فتحية شريف وأنجب منها ابنه نادر، والجوازة الثانية من الفنانة شادية، وكان بيغير عليها جدا، وبسبب الغيرة دي الجوازة ما استمرتش كتير. أما الجوازة الثالثة فكانت من الفنانة نادية الجندي، وأنجب منها ابنه هشام. كمان اتجوز الفنان من الراقصة حورية محمد. طبعا هتقولوا انت قلت انه اتجوز 3 مرات بس، وانت ذكرت 4 نساء. اقول لك ده لانه ما كانش معتبر جوازه من حورية محمد جوازة اصلا، ولما كانوا بيسألوه انت اتجوزت كم مرة كان بيقول 3 مرات بس. اتولد الفنان عماد حمدي زي ما قلنا في سوهاج، وكان ليه اخ توأم اسمه عبد الرحمن، وكان ابوه بيشتغل موظف في سوهاج. لقب بفتى الشاشة الاول، وقام ببطولة العديد من الافلام في السينما المصرية، منها انا الماضي وحياة أو موت، موعد مع السعادة، وبين الأطلال، والرباط المقدس، وكمان الرجل الذي فقد ظله، وخان الخليلي، وميرامار، وثرثرة فوق النيل لنجيب محفوظ، والرجل الآخر، والمذنبون. في الحقيقة أنه لما مات أخوه التوأم الأمر ده أثر على حالته النفسية، وترتب على الأمر ده أن الفنان عماد حمدي عزل نفسه في بيته واتصاب بالعمى، وتدهورت حالته الصحية في نهاية حياته. كمان زي ما قلنا اتجوز من الراقصة حورية محمد، وبعد كده من الفنانة فتحية شريف، وانجب منها طفل اسمه نادر، وبعد كده اتجوز من الفنانة شادية، وبعد كده برضو اتجوز من الفنانة نادية الجندي وانجب منها هشام. وكان اخر اعماله فيلم سواق الاوتوبيس عام 1982، وبعد كده فيلم النشالة مع محمود ياسين ونيلي سنة 1984، وكان الفيلم ده من اخراج حلم رفلة. ومن بعض اعماله السوق السوداء، غرام بدوية، دايما في قلبي، شمشون الجبار، الواجب، ست البيت، البيت الكبير، اللقاء الأخير، دماء في الصحراء، الصقر، وداعا يا غرامي، موعد مع السعادة، لمين أهواك، ظهور الإسلام، رقصة الوداع. توفي الفنان عماد حمدي يوم السبت 28 يناير عام 1984 في بيته، وكان عمره وقتها 74 سنة، وده بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وبعد معاناة طويلة وكبيرة مع العمى التام والاكتئاب المزمن. وبكده تكون حكايتنا النهاردة انتهت. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.